عن دكتور، شو رأيك؟ طبعا خلينا نعرف عن الدكتور. معنا رح يكون معنا الدكتور معتصم فايز الربيع، استشاري طب وجراحة العيون بكلية الطب بمستشفى الجامعة الأردنية. رح نحكي عن حساسية العيون وأمراض العيون بهاي الفترة، بس خلينا نسأله عن التليفونات لأنه برضو كمان التليفونات إلها أثر على العينين. صباح الخير دكتور. يا صباح النور، أهلا وسهلا. من جماعة الآيفون، هل بتبرر لهم ولا لا؟ أنا من جماعة الآيفون، لأنه زي ما حكى إنه أنت مجرد ما تبلش في بداية مشوار التليفونات تتعود على سيستم معين وست اب معين وبيضلك مستمر عليه. التحديث لشيء جديد دائما بنزل بيعتمد على احتياجاتك. صحيح. انت شو شايف في الجديد؟ صحيح. ولكن الفكره اللي انت طرحتيها مش غلط، اني انا ممكن اخذ الموديل اللي قبل ما بكونش كثير حسيت كم ديفرنس بينهم. صحيح. دكتور، امراض العيون وحساسيه العيون هلا هاي الفتره بلشت بشكل كثير كبير، بتعرف مع الزيتون بصير امراض اكثر، خاصه الحساسيه تحديدا. خلينا نتعرف على أعراض حساسية العيون، لأنه بتعرف لما مع الكورونا في هناك أعراض بحكي لك ممكن كانت تأثر على العيون. خلينا نميز بين الحساسية العادية والكورونا. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا للاستضافة الكريمة في برنامجكم المشاهد جدا على مستوى الأردن. الحمد لله العالمين. إحنا الآن في فترة اللي هي الكورونا أو الكوفيد 19، ولكن الكورونا مش هي بس المرض الوحيد اللي بيتعامل معه القطاع الطبي في الأردن أو على مستوى العالم. في الأمراض الأخرى المزمنة موجودة في زاوية العيون. فيما حضرتك طرحتي موضوع الحساسية، يعني احنا بلد بتزرع زيتون بشكل هائل جدا، يعني حتى انت على مدخل بيتك بتزرع زيتون، وفي حديقتك البيت بتزرع زيتون وبتفتح، والزهور اللي بتطلع على الزيتون هذا بيكون مصدر تحسس لأغلب المرضى اللي عندهم حساسية سواء في جسمه أو في عينه. واحنا بنلاحظ دائما في المستشفى او في العيادات العيون في مرحله معينه لما يبلش التفتح والظهور وتغير الجو باتجاه مثلا الانقلاب الخريفي والكلام هذا، زياده في اعداد المرضى اللي بتيجي على المرضى بيعانوا من امراض الحساسيه. نعم. وهنا في نقطه مهمه انا حاب انوه لها. اول شيء انه الحساسيه هي مرض مزمن بتكرر معك كل ما تعرضت للإشي اللي بيعمل لك الحساسية، والعلاج موجود. يعني ما في داعي أنك أنت تعاني من الأعراض، لأنه في كمان أضرار جانبية. صحيح. على العين وعلى سطح العين وعلى قرنية العين إذا أنت ما استخدمت العلاج المناسب في الوقت المناسب للمدة المناسبة. وبنقسم المرضى ما بين الفئة العمرية الصغيرة اللي هي الأطفال لغاية مرحلة اللي هي التين إيجر، وممكن يستمر الحساسية لمرحلة الشباب وأكثر. وبتتناوع حدتها ما بين المكان اللي أنت ساكن فيه، مثلا بنلاحظ في الأماكن اللي هي ساخنة زي الغور زي البادية زي كذا تيجيك الحساسية بأقصى صورها. في الأماكن اللي هي الجو فيها المعتدل الحساسية بتيجيك شوية منخفضة. الرسالة اللي حاب أوجهها أنه الآن إحنا في زمن اللي هو القطاع الطبي مشدود جدا باتجاه الكورونا، وهذا واقع ولازم نتعامل معه. فلما يكون الإنسان عنده حساسية وعارف هو إيش العلاج اللي هو بيستخدمه، ممكن إنه هو يبلش على العلاج تبعه وبعدين يراقب وضعه، هل هو بتطور بيستجيب أسوأ أحسن، وساعتها باتجاه الدكتور. ولكن في نقطة مهمة إنه عادة في عنا عادة المواطنين أو المرضى بتوجه للصيدلية. صحيح. والصيدلي بيعطي الدواء، الصيدلي مش دكتور العيون، ففي أدوية مناسبة لإشي معين أنت بتأخذه بيأدي الغرض. وإشي مهم جدا اللي هو الكورتيزون. الكورتيزون تبعت القطرات اللي احنا بنستخدمها هي بتعطي تأثير سريع بتريح المريض، والمريض بيقول يلا ما أشطر ولا أعطاني القطرة، ولكن مش هذا العلاج. صحيح. هذا الكورتيزون ممكن طبيب اللي يلجأ له حسب شدة الحالة وتحت مراقبة ولمدة معينة، لأنه استمرارها لمدة أكثر في أضرار جانبية. صحيح. كثيرة. صحيح. ممكن تصير على العين سواء على سطح عين أو داخل العين، وهنا إحنا بنواجه المشاكل هاي. نعم. الأهل كثير بيكونوا مرات مشدودين باتجاه الأطفال والحساسية، وأنا بنصيحتي بالنسبة للمرحلة العمرية الطفلية الطفل لازم يشوفه طبيب العيون، لأنه في أضرار جانبية ممكن تؤدي على سطح القرنية تغير في طبقات القرنية، فإذا ما تعالجت في فترة المناسبة بالعلاج المناسب ممكن يكون في أضرار جانبية نعالجها في المستقبل وصعب نعملها ريفيرس أو أنك ترجعها لنقطة الصفر. نعم. حضرتك سألتي موضوع الكورونا الحساسية. حسب الستديز اللي لغاية الآن موجودة على مستوى العالم بتشارك أعراض الكورونا ما بين أعراض العيون لواحد لاثنين في المية، وعادة بتيجي أعراض العيون زي أي التهاب سواء تحسس أو التهاب احمرار في العين وإفرازات وكذا، ولكن بتكون أعراض الكورونا الأخرى واضحة. أوكي. يعني ما بيجي أعراض العيون
من حاله أنه هذا فقط. عنده التهاب بسيط، لا، يعني تكون أعراض العيون واضحة جدا، وأعراض الأخرى اللي هي التنفس والحرارة وكل هاي الأعراض بتكون واضحة على هذا المريض. نعم. ولكن طريقة العدوى كمان من إفرازات العين بتأثر على، يعني إذا أنا مصاب بالكورونا أنا ممكن طريقة من طرق العدوى إفرازات العين لسطح، أني أنا أفرك عيني أحطها على سطح وأنقل العدوى لشخص آخر. فعشان هيك هاي كمان نقطة مهمة جدا، يعني ما بدنا نلخبط الأمور في بعضها أنه كل واحد عينه صارت حمراء بلكي عندي كورونا، لا، الموضوع مش هيك. الموضوع في عندك أعراض في جسمك واضحة نتيجة منها، بحدود 2% من الناس ممكن يكون عنده أعراض بالعيون وأعراض تشابه الالتهابات. دكتور، نتحدث يعني في الفترة الأخيرة عم نشوف الأطفال أسلوب حياتنا إحنا ككبار وأطفال أيضا عم بتجه نحو شاشات الهواتف أو حتى الآيباد وغيرها، وأيضا يمكن ضعف النظر أو قصر النظر أو طول النظر مرتبط بالوراثة نوعا ما. بدنا نتأكد منك الآن، هل هو عمل وراثي بنسبة عالية أو لا؟ وكيف يعني التعامل مع الأطفال أو حتى إحنا، لأنه أغلب شغلنا الآن عم بيكون مرئي وعبر شاشات. سيدي العزيز، النقطة اللي أنت أثرتها نقطة كثير مهمة جدا، ويعني وأنا حاب أوصل رسائل للمجتمع بشكل مباشر بهذا الموضوع. الآن القطاع الطبي في مرحلة الكورونا بنتعامل مع الأمراض اللي إحنا بنتعامل معها أوريدي، ولكن في انعكاسات صارت على الحياة تبعتنا نتيجة وجود الكورونا، أثرت في طريقة حياتنا وطريقة تعلمنا وطريقة حركتنا وحتى اللايف ستايل تبعنا كلياته اختلف. مثبت علميا انه ممكن لها تاثيرات في المستقبل على المجتمع. فالان احنا موضوع مثلا التعلم الالكتروني، ولغايه الان احنا ما بين روحنا للمدرسه او اونلاين، ومش عارفين في المرحله المقبله، وان شاء الله تستمر الامور هذه ونستمر في المدرسه، ولكن في اونلاين. وانا يعني في كليه الطب بدرس جزء من طلابي على الاونلاين اللي هم موجودين سنه خامسه طب، وحتى كنا نطلع نتحرك نروح. الآن حدينا هاي الأمور وجدنا في البيت، فصار أسهل إشي أنك أنت تمسك اللابتوب تبعك، التليفون، التابلت، كل هاي الأمور. فيما يخص التعليم، نركز على هاي النقطة اللي هي موضوع الأطفال. دائما لازم يكون اللي هو الديسكتوب، يعني أنك أنت الطفل يدرس عن تليفون صغير وقعد بالفتا والتاب، لا، بيكون في شاشة أمامه، شاشة واضحة يقدر أنه هو، إن أمكن طبعا هذا الكلام حسب الإمكانيات المتوفرة لدى الأهل. مسافة ما بين الطفل والشاشة نقل لأي شيء 50 سنتي، يكون في نص متر بينك وبين الشاشة أساس ما يكون في تأثير على العين مباشر. عدد أو كمية الوقت اللي أنت بتقعده بشكل متواصل، هو سبحان الله ربنا خلق خاصية في المخ أنه لما أنا بطلة بعيد عيني بترمش من 15 إلى 20 مرة، ولكن لما أبلش أقرأ أو الأشياء القريبة عشان ما يصيرش فيه تأثير للرؤية بقل عدد الترميش، ممكن ينخفض من 5 إلى 8 مرات بالدقيقة. هذا بؤدي إلى جفاف على سطح العين، وأنت إذا بتلاحظ بتقعد فترة كبيرة ماسك كتابك أو بتقرأ، بالذات إذا تجاوزت نص ساعة والساعة، أول ما تخلص بتحس زي الرمل تحت رمشك، أو بتحس أنه سطح العين مش مريح. فهنا النصيحة للأهل متابعة الأطفال في الوقت المتواصل. بمعنى آخر، أنا ممكن أسمح للطفل يقعد نص ساعة على ساعة، ولكن بدي أقطع هذا الوقت بثلاث أربع خمس دقائق أنه هو يطل بعيد من الشباك أو يرفع رأسه عن الشاشة اللي هي موجودة أمامه. الشغلة الأخرى اللي هي القطرات المرطبة. القطرات المرطبة لسطح العين ما في منها أضرار جانبية، يعني هي عبارة عن فقط ترطيب لسطح العين، وانت مش بحاجة لوصف الطبيب عشان تأخذها، يعني موجودة أصلا ممكن تلاقيها بالسوبر ماركت القطرة المرطبة. كمان هاي من الأشياء اللي أنا بأكد على هاي النقطة، لأنه راح تأثر، والجفاف على سطح العين راح يأثر، راح تكون انت مش مرتاح وانت قاعد بتقرأ على الأجهزة اللي هي أمامك. فدائما القطرة المرطبة تكون بمتناول اليد، سواء للأطفال الأهل انهم هم يقدروا ان يستخدموا هذا الموضوع، او الكبير. الوضوح الرؤية، أنت بتقدر تتحكم في الكمبيوتر بحجم الكلمة وحجم الحرف، فيعني هاي كمان نقطة مهمة أنه الطفل ما يظلش يشد على عينه عشان يقدر يشوف الخط الصغير. فأنا ممكن أستخدم التكنولوجي أريح حالي أن أنا أكبر الخط. كمية الإنارة اللي هي طالعة من الشاشة وهي كثير مهمة، بتكون متناسقة مع الإنارة اللي موجودة في الغرفة. بمعنى آخر، مش كويس أني أنا أطفي الضوء وأخليه دم وأعلي الشاشة، لأنه هذا أنا في عندي أشياء داخل العين اللي هو البوبو،
هذا الببو في الإنارة المنخفضة بتوسع بزيادة، صحيح. بدخل ضوء زيادة على الشبكية، ممكن يؤدي لأضرار جانبية، فبدها تكون الإنارة متناسقة، وهذا أنت بتقدر تتحكم فيه بالتكنولوجيا، يعني بشيء بسيط جدا، ولكن جزء كبير ما بنتبه لهذه الأمور، ولكن الآن إحنا رح نقعد فترة طويلة جدا على هذه الأمور، صحيح. الأونلاين موجود، إحنا قاعدين في البيت على هذه الشغلات، ففي أشياء بدنا نعملها adjustment في حياتنا تمنع عنا قوي جدا في المشاكل المستقبل. نعم. حضرتك سألت قصر النظر طول النظر والكلام هذا. مثبت علميا أنه بالنسبة للمرحلة الأطفال أو اللي هي من سن السنة للعشرة أو 12 سنين، إذا استمر بساعات طويلة على الأشياء القريبة يؤدي إلى قصر النظر. يعني هاي مثبتة علميا بشكل واضح جدا لا تحمل الجدل. فعدد الساعات لازم يكون أصلا متحكم فيها. بمعنى آخر، لما تأخذ ابنك معك بالسيارة، التلفون هذا ما تحطه، يعني خليه يطلع بعيد، خليه يطلع بعيد. يعني أشياء كثيرة أنت ممكن تدفعه إلها بالحياة إنه هو تتعوض اللي هي الوجوده في البيت. يعني أنا براجه نفس المشكلة، أطفالي في البيت كل واحد ماسك التليفون الكمبيوتر كذا زي هيك، ولكن بدك قدر الإمكان أنك تحطهم بتراكات معينة تمنع عنهم بعد مثلا فترة زمنية بس نطلع من هاللي إحنا فيه أشياء ممكن نتلفها الآن. أكيد. نعم. بنشوف دكتور نحن كمان في بعض الأمهات تيجي تحكي طب أنا ابني بيكون لابس نظارة ممكن تحمي، هل بالفعل إذا كان لابس نظارة ممكن تحمي ولا لا بتأثر زيه زي حتى لو مش لابس نظارة؟ شوفي، كل السكرينز اللي موجودة الآن يعني كلها عليها فلترز، وأصلا ما بتدخل الأردن إلا في مؤسسة المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء، واضحة الأمور اللي هي ما فيها فلاتر ما بتأثر الأشعة تبعتها على العين. أوكي. تمام. ولكن وجود النظارة هذا للرؤية إذا عندك قصر نظر طول نظر، ولكن أنت ما في إشي بدك تلبسه عشان تمنع مشكلة تصير معك. أوكي. يعني كنظارة واقية أو هذا الكلام مش إشي كثير يعني ممكن يفيد بهذا الموضوع. دكتور، عادة منشوف بعض الأطفال بأعمار صغيرة جدا، يعني ممكن من أشهر أو سنة سنة وكم شهر بيكون بيعاني، بلش يعاني من قصر نظر، وهي حالات يعني يمكن هل هي وراثية نسبة الوراثة، إذا كان عدد ساعات استخدامه للآيباد معتدلة فلنفرض، وموضوع كيف ممكن الأهل يكتشفوا هل العين بتغير شكلها للأطفال الصغار في العمر، لأنه الطفل صعب يعبر بهاي الفترة أنه أنا ما عم بشوف. شوف سيدي العزيز، يعني الوراثة بتلعب دور بكل أمراض الجسم من ضمنها العيون، ويعني ولكن مش كل قصر نظر وطول نظر منه أنت يعني لازم يكون عندك قصر نظر، إنه أنا ابنك يكون عندي قصر نظر، ولكن في دور بيحطني أني أنا أكثر عرضة لهذا الموضوع. المرحلة العمرية اللي حضرتك طرحتها اللي هي سنة أو سنتين أو ثلاثة، هاي بتعتمد على ملاحظات الأهل. بمعنى آخر، إذا عنده قصر نظر شديد أو طول نظر شديد، الطفل عينه بتبلش تحول أو تأخذ منحنى غير اللي هو متناسق لعيونه الثنتين مع بعض، فهاي هي بتكون ملاحظة غالبا الأم بتلاحظ هذا الموضوع لأنه هو بيكون الطفل معها، فبيراجعونا فبنكتشف أنه عنده هاي قصر النظر أو طول النظر، وفي كل درجة وكل زاوية إلها تراك معين في العلاج، يعني حسب الدرجات القصر، حسب درجات الحول، حسب المرحلة العمرية، مرات عملية احنا بنحتاج لتصحيح وضع العين بلس انه تعطي نظارة، مرات نظارة من حالها لتصحيح وضع العين، والمتابعة لانه هذا الطفل في مرحلة نمو، ونمو بتتغير الدرجات فيه، فدائما المتابعة هي الاساس في هذا الموضوع لمنع إيش ممكن يصير عنده كسل بصري دائم في العين، العين ظلها ضعيفة طول حياتها. يعني هل هناك خطر أو ممكن إذا تم ملاحظته في فترة يعني مبكرة عمل معه ويرجع الموضوع طبيعي؟ يعني كل هاي الأمور لها حلول، ولكن إنه الأهل يراجعوا بالابنهم طبيب. ولكن لما تصل لمرحلة المدرسة في سكرينينج، يعني في اللي هو فحص النظر الأمور زي هيك، فعادة هناك كمان تتفلتر الأمور، وإذا اكتشفوا في المدرسة عنده مشكلة أو المعلمة لاحظت عليه شيء، وعادة كثير بيصير هذا الكلام، بيراجعوا طبيب العيون وبتنحل مشكلته بشكل مباشر. نعم. دكتور، نصائح بشكل عام لجميع المتابعين يعني بموضوع الكورونا، عودة المدارس، القاعدة أمام الشاشات لفترة طويلة، وأيضا الحساسية. ستي العزيزة، يعني زي ما حكينا في بداية اللقاء، الآن القطاع الطبي على مستوى العالم بتعامل مع الكورونا اللي هو الأولوية القصوى، لأنه هو خطر داهم للمجتمع، ولكن إحنا في عنا أمراض أخرى كثيرة
نتعامل معها ممكن تكون سبب الوفاة أكثر من الكورونا. صحيح. أو تأثر على حياة الإنسان في المستقبل. صحيح. إحنا على سبيل المثال يعني نطرح للموضوع، أجرينا في كلية الطب في مستشفى الجامعة الأردنية دراسة نوعية على مستوى العالم، والآن هي في مرحلة النشر. درسنا تأثير اللوك داون أو الحجر اللي إحنا اللي كان موجود في الأردن لمدة أظن شهرين أو شهرين. صحيح. ونص، تأثيره على أمراض العيون شو صار معنا. وفي يعني جزء كثير من أمراض الشبكية بحاجة لعلاج شهري، إبر يأخذ إبر المريض، هذا انقطع عن العلاج. فإحنا درسنا هل لو دخلنا لوك داون آخر هذول المرضى بتأثروا، وقديش نسبة التأثر، ولمين نعطي أولوية. صحيح. طلعت معنا نتائج كثير حلوة كثير كويسة. وقدرنا أنه في المستقبل نعرف الآن لما ندخل في مرحلة معينة يقول لي قلل المرضى اللي بيجوا العلاج، أعرف مين أختار، مين المريض اللي ممكن يكون عليه خطر، وممكن المريض يستنى شهر، ممكن يستنى شهرين، بناء على أشياء دراسية واضحة إحنا عملناها. بخصوص الكورونا يعني أنا نصيحتي أنك أنت للمجتمع، وهنا إحنا منخاطب عقل المجتمع، منخاطب جميع أطياف المجتمع، الالتزام 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 بالتعليمات اللي هي تمنع عنا مشاكل كثيرة بشكل مباشر، والدولة حطت كل الثقل وراء هذا الموضوع. صح. ولكن المجتمع هو الأساس. صحيح. في تطبيق هذه القوانين. بدنا نشكرك دكتور على تواجدك معنا ولهذه المعلومات. نشرت ستي. كل شكر. الله يسلمك. تسلم. يعني عادة دائما بقول لك المنقلة لعبة للرجال فقط أو حكرا على الرجال، للمنقلة لا صارت للجميع. خلينا نشوف هذا التقرير من إعداد زملائنا.